في بي اس عرفتيها شنو هو، عرفتي شنو هي شيرد هوستين، عرفتي شنو هي هوستين، عرفتي شنو هي كلاود هوستين، عرفتي شنو هو بي اس يو يوز. صافي دابا انت فاهم هادشي. السلام عليكم. دابا رانا نشوفوا الحاجه اللي هي مهمه في التخرج، هي انظمه التشري. دابا لي سيرفور عندهم انظمه التشري، لي سيرفور غتخدموا بانظمه ديال التشري. انظمه التشغيل، شوف كاين عندنا جوج ديال انظمه التشغيل اللي هي معروفه وفيري بابولار، وحده فيهم غادي دابا هذا اللي غنقول لكم ما غتخدموش به اكثر، يا ما غيخدموش به. كاين عندنا الويندوز سيرفر اللي هو ديال شركه ويندوز. دابا ويندوز حنا بون باش نفهموا هذه الانظمه، كاين عندنا الويندوز سيرفر، بون كاين عندنا الويندوز سيرفر، وكاين عندنا لينكس. كاين عندنا لينكس، كاين عندنا لينكس، وكاين عندنا الويندوز. كاين ديال ابل ولكن اتس بولشيت، راه ما تيخدم بهذا الشيء. شكون اللي يخدم ديال ابل؟ ابل راه مغليه علينا التليفونات، مغليه راه مغليه عليك حتى السيرفرات. المهم هذا ما تخدمش به، ما داعي لي ديكري ولا انا نبدلو فيه جهد. دابا ويندوز ناخذو نفهمو بعدا علاش دايرين ويندوز سيرفر وعلاش دايرين لينكس سيرفر. دابا حنا ملي تنهضروا على واحد النظام التشغيل، هذا النظام ديال التشغيل، هذا النظام ديال التشغيل، حيت حنا ملي حيت البي سي بلا نظام تشغيل، اولا السيرفر بلا نظام تشغيل، اولا تليفونك بلا نظام تشغيل، اولا السياره بدون نظام تشغيل، فهي قطعه خرده، قطعه من الميتاليك من الحديد ومن الالومنيوم، لا تنفع ولا تصلح لشيء، لان الانظمه ديال التشغيل هي الروح، هذيك هي الروح. تخيل معي ان ذلك الجهاز هو الجسد، ولكن الروح هو النظام التشغيل. فطبيعة الحال هذا الروح هذه او هذا النظام التشغيل يختلف، لان حتى يعني المتطلبات او الاحتياجيات تختلف. ملي كنكونوا كنخدموا مثلا بويندوز اكس بي ولا فيستا ولا ويندوز 8 ولا ويندوز 10 ولا 13 ولا 14، المهم انت تخدم داك الويندوز، داك الويندوز دايرينو الناس اللي بغاو يخدموا شي حاجه في البي سي، بغيت تصفح صفحات ويب، بغى يلعب العاب، بغى دايرين هذا الاستخدام العادي. ولكن السيرفر عنده استخدامات اخرى، احتياجات اخرى، كيخصو اداره موارد بطريقه اخرى، لانك ذاك النظام تشغيل ويندوز مثلا 10 اللي انت خدام به، هذاك راه مديور غير باش يخدم بيوتيليزاتور واحد يخدم فيه، ولا جوج يخدموا فيه، ولا ثلاثه ولا اربعه، ما مديورش باش يخدموا فيه مليون واحد، 100,000 واحد، ما مديورش باش انه نشوفو تيوكا يقرا يرقص تماما، مريض راسو، مريض هذوك ابل ما فهمتش، المهم ما علينا. فما مديورش باش يخدموا فيه بزاف الناس. اذا هذا النظام التشغيل حيت قلنا هو الروح، اذا غادي خصنا واحد النظام تشغيل اخر اللي كيقدر يدير يجيري لي غوسوخس ديال السيرفر بواحد الشكل اكبر، ويكونوا فيه خدمات اكثر. دابا انت مثلا في نظام الويندوز عندك مثلا ما غاديش تلقى الاف تي بي، يعني غير اكتيفي، لا هو ممكن تاكتيفي الا بغيتي، ولكن باغ ديفو ملي انت تانستاليه مثلا الويندوز ما تيكونش عندك سيرفر اس ام تي بي، ما تيكونش ماكتيف ماكتيفي عندك في النظام اس ام تي بي ديال الماينين، ما يكونش عندك ماكتيفي الاف تي بي، ما يكونش ماكتيفي عندك الاباتش. هنا تنهضروا على دوزياس في الويندوز، كنهضروا على دوزياس سيرفر دوزياس دو اي اس، ملي تسمع دوزياس عارف راه ويندوز سيرفر هذا، حيت الاباتشي غالبا كنهضروا على لينكس، ما يكونش ماكتيفي دوزياس. هادشي ما ماكتيفينش ليك، علاش؟ حيت انت ما تخدمش بهذا الشيء، انت خويا بغيتي بيسي تنستالي فيه فوتوشوب، ما دايرينش ليك انت بيسي باش هذا. ف داك الشيء علاش تيخصونا انظمه تشغيل اللي كتجيري هاد لي غوسورس بشكل افضل. داك الشيء علاش عندنا الويندوز سيرفر وعندنا لينكس. ولكن في العواقب شنو هو اللي اكثر شعبيه؟ شنو هو الحاجه اللي كيخدموا بها الناس بزاف؟ المواقع الكبرى بزاف منها فيسبوك، منها شنو هي؟ ماشي هي الويندوز. حيت علاش؟ لان الويندوز مكلف من جهه، ثغرات امنيه حدث ولا حرج. اما نظام لينكس لا، لان نظام لينكس واحد النظام اللي نوعا ما اوبن سورس، نظام اللي فيما كتكتشف شي ثغره امنيه يتم ترقيعها بسرعه. نظام كذلك في لا جيستيون ديال ريسورس ديالو، اداره الموارد افضل بكثير من الويندوز. داكشي علاش الكبريات الشركات كيخدموا باللينكس،
الا مشيتي لفيسبوك دابا وزيتي لادريس بوبليك ديالو ومشيتي مثلا تقلب على نظام التشغيل اللي كيخدم به اللي تخدم به تدخل هادشي مثلا الانيميريشن دير انيميريشن على ديك لادريس بوبليك يطلع لك لينكس يطلع لك ويندوز. ف طبيعة الحال هاد لينكس كذلك هو فيه مجموعة من التوزيعات. هذه مسألة مهمة. لينكس ماشي هو الويندوز تنعرفوا ويندوز سيرفر سالينا. لا لينكس فيه بزاف ديال التوزيعات وكاينين شي فيه بزاف ديال التوزيعات ما غاديش نقدروا حنا فهاد اللايف نبقاو نعددوهم كاملين بزاف ولكن كاينه واحد الحاجه كتسمى المين ديستريبيوشن كاينين شي توزيعات ام توزيعات الام هما الام دوك الاخرين غالبا تلقاهم مبنيين عليهم كيفاش مبنيين عليهم يعني كتلقى السميه ولكن سطور الاوامر اللي تنكتبوا وهادشي غنشوفوه من بعد دوك سطور الاوامر اللي تنكتبوا مثلا كتلقى في نفس التوزيع الام توزيع نفسها في دوك التوزيعات الصغار مثلا نعطيكم مثال هل مثلا كنهضروا على توزيع من توزيعات الام مثلا دوبيان الدوبيان توزيعه ام هي التوزيعه الى قريتي دوبيان عرفتي تتعامل مع الدوبيان غتعرف تتعامل مع ابانتو غتعرف تتعامل مع كالي لينكس غادي تتعلم تعرف تتعلم مع واي فاي سلاكس يعني هادو اشنو هما هادو توزيعات جاوا تحت التوزيعه الام شدوا التوزيعه الام اللي هي دوبيان الروح هي الموطور وتصاوبوا عليها توزيعات اخرى كاين عندنا توزيعات كاين عندنا الار بي ام اللي هي مبنيه عليها الفيدورا دابا اذا تعلمتي الار بي ام غادي تولي تعرف تخدم بار فيدورا بسينتوس غتعرف تخدم بهادو تعلمتي الدوبيان كما قلت غادي تعرف تخدم بكالي لينكس هذا المهم انا اللي مهم عندي هو انه على الاقل خاصك تعلم تخدم اما بدوبيان على الاقل تبدا بدوبيان يعني تعرف تخدم بدوبيان لانه لا حيت باش ملي كنخيو ان سيرفر لانه حنا دابا ملي قلنا مثلا حنا غنصاوبوا واحد سيرفر ويب اولا مثلا غنصاوبوا واحد سيرفر في بي اس راه داك السيرفر راه انت كريتي ولكن خاصك تانستالي فيه نظام التشغيل هذاك النظام التشغيل اللي غتانستالي فيه على الاقل خصك تكون تعرف تجيري بحال مثلا بدا دوبيان انا نصيحتي للناس اللي كيتابعوني يعرفوا يخدموا بدوبيان وغادي ان شاء الله نبازيو كاع دوبيان حيت ساهل ومزيان يعني كاين اللي غايقول لي لا سينتوس ولا تا سينتوس مزيان المهم ما علينا بدا بدوبيان يعني اللي غادي نشوفوا ان شاء الله نصاوبوا سيرفر غنصاوبوا دوبيان اصلا فكرتوني في الحلقه ديال الفي بي ان لا الفي بي ان نخدموا على سينتوس بما علينا المهم على الاقل خصك هو شوف خصك تخدم بدوبيان تعرف تخدم بدوبيان تعرف تخدم بالار بي ان ضروري وحده من هنا وحده من هنا تعرف تجيري هنا وتعرف تخدم هنا مي على العموم الا كنتي غتخدم غير بسيرفر واحد او لا هذا بدا بدوبيان لان دوبيان هو السهل انا نصيحتي لك بدا بدوبيان.